السلام عليكم اخواتي. اليوم جيناكم بشيء مفيد للناس كلها وشيء صاير واقع بحياتنا كلها. انه بدي احكي لكم عن هلا حياتنا اللي عايشينها كيف صايره وشلون صاير المدينه. طبعا هلا حاليا الحمد لله ما في شيء شوي يعني مختلف، بس انه كيف صايره وكيف عايشين العالم هالحال هلا هالوقت. صاير حياتنا مثل الزومبي، بتذكروا اكيد الكل بيعرف زومبي، كله مصاصين دماء، الكل عم خاف من بعضه، هذا عم خاف من بعضه، الزحمه على محلات الاكل. انتوا بس تخيلوا معي اللي شايفين افلام الزومبي، انه هذاك الافلام زومبي صاير كيف؟ انه مصاصين دماء، يعني انه بشر على هيئه زومبي، هلا صايرين زومبي على هيئه بشر، بكيف يعني؟ يعني انه كنا بالافلام نشوف انه مصاصين دماء والعالم تخاف منهم وبتلاقي المدينه ما فيها غير هن ودائما كله فاضي والشوارع فاضيه والمحلات فاضيه والدكاكين كلها مسكره وما في شيء. هلا كيف صايره احنا حياتنا؟ حياتنا صايره نفس الطريقه بس بطريقه مختلفه شوي. بالدول الباقيه انه بتلاقي ما في حدا بالشوارع، الناس تجول والناس خايفين من بعضها، يعني هذا بخاف من هذا بعد عني لا تسلم عليه وهذا بعد عن الثاني. هاي نادرا الدول الغربيه طبعا عم تشوف نادرا تلاقي شعب بالشارع، نادرا. ليش؟ انه عم يخافوا من بعض مثل الفيروس، يعني يعتبر الشخص اللي معه كورونا زومبي ويعتبر الشخص الطبيعي انه هذا الشخص اللي عم بيهرب من الزومبي. هلا صاير انه الشخص معه فيروس ولا ما معه فيروس الكل عم خاف منه، لانه الزومبي مبين بس الفيروس مو مبين اذا معه ولا لا. هذا الشيء ما بنعرف اذا ابتلاء من رب العالمين ولا الدول العظمى هن عاملينها هاي لحتى يستفيدوا، ما حدا بيعرف. العلم عند الله، نحن اهم شيء بدنا انه الله يخلصنا من هالبلاء. عجب هذا من كثر الذنوب تبعنا الله سبحانه وتعالى سلط علينا، يعني جند من جنوده ولا من خطيط الاطفال السوريين اللي استشهدوا الله يرحمهم وقالوا رح نشكيكم لربنا، ما بنعرف. هذا الفيديو نحن بس حبينا هيك يعني نحكي شيء كان ببالنا. انا كنت عم فكر انه المرض هذا انتم تخيلته كزومبي، فانا حبيت احكي لكم القصه. فبتمنى منكم شباب انه كل واحد يحافظ حاله ببيته، حاولوا دائما تكونوا معقمين منظفين وحارسين حالكم وبعدوا عن اماكن العامه وحاولوا بعدوا عن بعض وحاولوا ما تسلموا مع بعض بالايدين، يعني بجوز واحد منصاب وما بيعرف لانه هذا المرض ما بين، يعني حاولوا لا تسلموا مع بعض، حاولوا اذا اجى حدا عندك ضيف يعني خليه يتحمل بعض، خليه فترة زوروا بعض بس اشو وتوصل على البيت اشلها اغراضك، عقم ايديك، غسل. وانا بتمنى انه منكم كلكم انه اهم شيء انكم تحافظوا على صلواتكم وتكونوا متوضيين، يعني حتى اذا اجاك هيك مرض ومتت تكون متوضي. وفي نقطة رح ادقق لكم عليها، الناس عم تقول انه والله اللي عم يموت انه لا حدا عم يغسله ولا حدا عم يقرب عليه ولا حدا عم يموت موته والله عم يحرق جسده، هذا الشيء مو صح يا شباب. ثاني شغله انه حتى المسلم اللي مات من هاي المرض ونفس الطريقه لا تنسوا انه الشهيد ما بيتغسل، ممكن اللي يموت بهالمرض يكون شهيد، يعني حتى يعني عم تشوفوا انتم شهداء كيف بيموتوا بتغسلوا؟ لا بالعكس بيندفن بثيابه، ممكن تكون انت احد الشهداء. فلا تخاف لما تمرض هالمرض تقول والله انا خلص راحت فيها من دون ما اموت والله رايح على النار، لا 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 مو كل الناس هيك، رب غفور ورحيم. انا قاعد هيك عم بتخيل انه لا سمح الله بعيد الشر اذا ضل المرض هذا هيك ما راح يضل بشر، يعني راح يصير بشر مثل ما قلت لكم كل واحد ببيته وخايف من الثاني مثل الزومبي، وما ضل حدا يجي لعند حدا وما ضل حدا يزور عند حدا. انا برايي انه الفيديو طول اكثر من اللازم، فانا بس حبيت لكم اذا حسيت بهذا الشيء نصيحه مني انه دون ما تحس او حتى لو ما حسيت اتوضى وصلي، لانه الوضوء بالوقت الحالي بينفعك انه دائما متطهر دائما نظيف دائما بعيد عن هذا الشيء، وان شاء الله الله يبعد عنا هالبلاء ويبعد عن اقاربنا واحبابنا وكل شيء بنعرفه. اخواتي بس بدي منكم يا شباب الكل يوزع الاشتراك ويلغي الاشتراك ويرجع يشترك ويفعل زر الجرس، لانه زر الجرس ما عم يوصل لحدا يا شباب. ورابط قناه ابو عزام بالوصف راح احط لكم اياه، الكل يشترك بقناته الجديده. بتمنى منكم تتبعوا الشروط، اهم شيء انكم بس الجرس تفعلوا لنا يوصل لعندكم اشعارات، ما بدنا شيء ثاني. حاولوا تشاركوا هالفيديو وتحطوا لايك للفيديو بلكي يوصل ل 10,000 لايك ونكون ممنونكم. نكون وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ودمتم بخير والسلام.